لما تم انتقالي في دفعة 8 مليون ونص وعليهم احمد صديق كان برضو راح ادى موسم روعه مع النادي الاسماعيلي في الوقت ده. دفع يعني النادي الاسماعيلي استفاد ماديا. خلي بالك ما انت مجلس الاداره مش هيوافق الا لما بتعوض ماديا بشكل كويس. وبعدين كان في ازمه كالعاده، انت عارف الانديه الجماهيريه معظمها ما بقاش فيه موارد، دايما الانديه الجماهيريه المظلومه في الحته دي ما عندهاش موارد كتير. فكان محتاجين فلوس النادي فعلا. مين اكتر فيه حد كان بيدعمك يا شريف في قرارك؟ لا يمكن طبعا كل الناس اللي في النادي. اكتر حد كان مديك باور؟ انا كان جوايا انا اولا نمره واحد، انا كنت خلاص خدت القرار ان انا ما ينفعش افضل تاني في نادي اسماعيلي. نادي اسماعيلي برضو بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه الفضل كبير جدا عليا. جميل. انا بحترم كل الناس اللي هناك وجماهيره، جماهير عظيمه. النادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي عريق، اي حد يتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاسماعيلي. ودايما انا ميدو بس يعني دايما يعني بشكر النادي الاسماعيلي في كل لقاء بعمله في اي حته. جميل. لان ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا. بالظبط. لان دايما خلي بالك ما ده برضو نقطه بتضايق، ان انا دايما بيتقال ان انا ما بجيبش سيره نادي الاسماعيلي. محمد بركات لما بيطلع في اي حته بيجيب سيره نادي اسماعيلي، سيد معوض بيجيب سيره نادي اسماعيلي، احمد فتحي، مجد النحاس، كلام الشاطر، انت لما كنت بتلعب في لعيبه محترمه. لعيبه محترم ما ينساش الفضل ابدا. بالظبط كده. فدايما لازم حته تأميده، معلش الجمهور لازم يفهم ان احنا يا جماعه دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليك فضل، المكان ليه فضل عليك، فبنقوله دايما. بالزبط. احنا ما بننكرش كده ابدا، فلازم الجمهور يفهم ان احنا بنقول ده، لان احنا دايما ميدو بيتم لينا النقد ان احنا ما بنقولش ده، لا احنا بنقول دايما. فدايما حته التعصب الموجوده دي عايزين نلغيها، عايزين نعرف مين اللي بيوصل للناس النقطه دي. فاتمنى ان شاء الله الناس تفهم. نفسي اسمع حوار الكابتن سيد بزوك. هو راجل جميل. لا 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 راجل لا محترم. اتكلم بصراحه، اتكلم في حاجات لغى افكار كتير جدا كانت متورثه في الجماهير. الجماهير هناك يا ميدو حته مثلا ان النادي الاهلي ما استضافناش يوم سنه الحروب والكلام ده، النادي الاهلي استضاف النادي الاسماعيلي. قال كده. هو انا عارف التاريخ كله. بالزبط. التاريخ بالزبط كله عندي، فانا عارف ان الكابتن سيد اكيد هيقول ان هو عاصر ده، لان ده من الجيل اللي كان بالزبط موجود والنادي الاهلي استضافه. ففعلا نادي الزمالك استضافه، نادي الاهلي استضافه. انا اقول لك على حاجه بقى. اقول لك على حاجه ده يعينه الناس لو فهم، لو وصل لها ده الجماهير اللي طالعه، الاجيال اللي طالعه لو فهمت ده، خلي بالك هتشيل حاجات كتيره قوي من الضغينه اللي موجوده. ايوه صح. انا قبل